أكد رجال الأعمال ومسؤولي الشركات كبرى أنه لن يتم توظيف هؤلاء الأشخاص. هذا أيضا هناك بعض المنظمات داخل الجامعات تلقت إيميلات تطالبهم بدعم إسرائيل. هذه المواقف إنما تشكل أزمة كبيرة هنا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يعرف المواطنون ما هي التوابع، خاصة أن هناك اتصالات كثيرة تلقاتها بعض المنظمات الإسلامية تشير إلى حالة من الريبة والخوف، وهناك إيميلات أرسلتها بعض الجهات وبعض المصالح وبعض الأماكن وبعض الشركات تطالب الموظفين بالحذر وتجنب النقاش في السياسة. غرباء، احنا عايشين غرباء في هذا العالم الظاهر. هل انا ممكن استعير اسم الديوان بتاعك اثقل من جبل يمشي؟ اثقل من جبل يتمشى. يعني الحياة اثقل من جبل يتمشى. اولا انا قريته بالمناسبة، يعني وان كانت دي مناسبة اخرى، لكن انا قريته واهنيك عليه واشكرك عليه يعني. جدا جدا جدا. ربنا يخليك، شكرا وشرف ليا. لا ده انا اللي اتشرف. هل اقدر اقول انه قضيتنا العربيه بشكل عام او قضايانا العربيه هي تقريبا نفس عنوان الديوان؟ والله يمكن، طبعا يمكن انك انت تسقط على الوضع الحالي اللي احنا بنعيشه. هي رحله الحقيقه. ما نراه في هذه الأزمة هي محاولات من الجانب الإسرائيلي والجانب الغربي لطرد الفلسطينيين. كل ما يقال خلال الساعات الماضية وخلال الأيام الماضية إنما يشير بشكل كبير إلى أنه يجب السماح للفلسطينيين بوجود ممرات آمنة. لماذا تريد مني أن أغادر أرضي؟ هذا هو السؤال الأساسي الذي يجب أن يحاول أن نجيب عليه. لماذا تحاولون طردهم من أرضهم؟ هذه أرضهم. لماذا تجاهلتم هذه القضية لسنوات؟ طبعا هذه الأزمة إنما تشير إلى غياب العدالة بشكل كبير في العالم، تشير إلى أن الوضع الحالي إنما هو يسمح للقوي بأن يسيطر وأن يفرض آراءه، وهذه هي الأزمة بالنسبة لنا. نحن لدينا نقاط قوة كثيرة، ولدى الدول العربية كما يقول المحللون إن الدول العربية أوراق ضغط كثيرة. لا نعلم إلى أي مدى سيتم استخدام هذه الأوراق، وإلى أي مدى نحن حتى الآن شاهدنا مقتل. طب هستأذنك نوسع دائرة الإجابة مش بس السؤال، يعني بمعنى أنه مش لماذا لا نستخدم، هل نريد استخدامها أصلا أستاذ محمد ولا لا؟ أنا مش بتكلم على مصر. هل نريد، مش هنسمي دول، هل نريد؟ الأزمة الحالية الحقيقة هي كاشفة للموقف العالمي الذي ينحاز بشكل كبير إلى الجانب الإسرائيلي دون أي اعتبار لحقوق الإنسان ودون أي اعتبار لحقوق الفلسطينيين الذين يعيشون في سجن مفتوح. في الأيام الماضية قرأت عدة مقالات، منها مقال كتبه شخص يهودي وقال أنا ضد حماس، وهو يعمل في إحدى المؤسسات الكبرى هنا في الولايات المتحدة. قال أنا ضد حماس وأنا يهودي، ولكن قبل حماس لو لم تكن لتكون موجودة. إذا قمنا بحل القضية الفلسطينية، إذا قمنا، وهو تحدث كثيرا عن فكرة أن غزة هي واحدة من أكبر البقع اكتظاظا بالسكان في العالم، وأن هؤلاء المواطنين الذين يعيشون في غزة إنما هم بحاجة إلى حقوقهم، حقوقهم كمواطنين، حقوقهم كبشر. هذه هي القضية الأساسية التي يحاول العالم أن يتجاهلها، يحاول أن يتجاهل لماذا حدث ما حدث، ولا يحاولون الإجابة على هذا السؤال، لأن هذا السؤال إنما يدين دول الكبرى التي تقاعست طوال السنوات الماضية عن محاولة حل القضية الفلسطينية.
هناك سيناريوهات كثيرة، لكن بالعودة إلى النقطة الأولى التي كنا نتحدث فيها فيما يخص الأوضاع في الولايات المتحدة بالنسبة للمغتربين والعرب، هناك أيضا نقاط إيجابية. هناك اجتماعات تتم بين العرب، خاصة أنهم قادرون على التأثير في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستقام العام المقبل في ولايات متأرجحة قادرة على حسم مقعد الرئاسة، وهي وخاصة ولايتين ميشيغان وبنسلفانيا. وكانت الأصوات العرب قبل ذلك تذهب بشكل كبير إلى ديمقراطيين. تناقشت مع أحد الأشخاص وقال لي، وهو أحد المسؤولين عن التنسيق، قال لي أصواتنا لن تكون محسومة للديمقراطيين كما كانت في السابق. الفترة الماضية طبعا توقع العرب من أصل أمريكي في الولايات المتحدة أن يكون هناك محاولة لنقاش بشكل عادل وبشكل مختلف عن الأوضاع الحالية، لكن كانت الصدمة وكانت الأزمة فيما شهدناه، وكانت الرغبة في الانتقام من الجانب الإسرائيلي مما أدى إلى مقتل أكثر من 700 طفل وأكثر، وما يقارب حتى الآن، نحن أعتقد أن الأرقام اقتربت من 3000 شخص تم قتلهم وتم دفن عائلات.